اهلا بكم اصدقائي الاعزاء معنا موسى الجميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله بسبب حادث تعرضت له فقدت ساقايا الاثنين، فقدت احد ساقايا بتر من اسفل الركبه والساق الاخرى بتر من اعلى الركبه. طرف الصناعه بيمثل ليها اهميه كبيره في تخطي هذه الاعاقه. الطرف الصناعي رجعت للحياة مرة أخرى بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. صديقتنا نموذج جميل وملهم لكل متحدي الإعاقة. مرت بأيام كتير صعبة لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تخطيها، والأطراف الصناعية بتعيش حياتها وبتمارس مهامها اليومية كل إرادة وكل عزيمة. الطرف الصناعي تخرج للمجتمع معلنة التحدي واثقة في قدراته رغم إعاقته. كتبنا نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة، والأطراف الصناعية تذهب لعملها بتقوم بمهمها. أصدقائنا من ذوي الإعاقة مهما اختلفت إعاقتهم وقوة إرادتهم قادرين على إنهم يتعايشوا ويصبحوا منتجين. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين ولكن باختلاف.